أسألك سؤال، بدي دواء مشان ريحة التم. أنا الآن كل ليلة عم بشرب بوسكي بعدين فودكا، وآخر شي عم طفي بتكيلا. حلو. خايفة جوزي يشم ريحتي، بدي شي دواء. خايفة يشم ريحتي؟ أكيد. مش خايفة شوفك دايخة أو شي؟ عندك دواء؟ بلا دايخة هلا، ما بهمني الدوخة، بقول له أنا ضغطي قاشط، عرفتي؟ بس بدي دواء مشان ريحة التم، عم بتضل ريحة التم هيك، عم خاف أمي يحس علي، وأنا عندي رجال بغار كتير. وين بتقولي له أنت إنك رايحة؟ مع ستة أصحابي عم بلعب 14، ماشي 10 نسوان يعني بهال هيك هيك فريخات يعني فريخات. بنبلش بهذا ويسكي، بعدين فودكا، وننهيها بالتكيلا. هاي التكيلا مش عم بتروح الريحة من تمي، هيدي هيدي هلكتنا هلكتنا هالتكيلا. بوصل على البيت قوية. هيدي تقيلة جدا. تقيلة. عودت عليها بس تخبتها طيبة مع هيك شقفة حامض فوق. نيالك بتقولي تشربيها؟ شو لكان؟ أكيد بشرب لي شي 7 شطات. شطات؟ هيدا دواء إذا دختي وتضيقتي تترجعي مرتاحة، بس بدي تروح الريحة. دخان دخان قديم بافرة اسمه. إيه رزق الله. هيدا بيشيل ال إيه، بس بقاش في منه هون قطعة. بلا. إيه ما بتدخني؟ بلا. إيه خلص لكن مش عم بتروح يا طن، مش عم بتروح. مع مونتول. ايه ما خليت شيء لا مونتول غير مونتول وما بعرف شو. ملوخيه، الملوخيه بالشيء ده بتحب الملوخيه؟ ايه وحطي بالبراد كل يوم فنجان صغير. والله؟ ايه الملوخيه عظيمه. هوز ابيض ايش حقها 500 تيره ويا 400 تيره؟ خذي حبتين ورا بعض تتحبوا ورا بعض او حبتين بتروح ريحه التم كلها. هذا هو. ترجعيني؟ قبل ما تفوتي على البيت بتمصي حبتين. بتشوفيهم ليذوبوا وبيمشي الحال. بيعطي نتيجة؟ 100%. خد نعنى تبع شركة. نعنى؟ نعنى. ايه. وقت ياكل ريحة ما بيعطي. أكيد. ايه. هيدي علكة دانتين السوبر ماركت أو شيء أو شيكلس. أو مخمدي. مخمدي، لا أو ستيبسز. جربتهم هو بضل الريحة. أو ليسترين، ليسترين. تيا ليسترين، مخمد أسنان. يا بنتي مخمد تمي وفرشات أسناني. هيدي التكيلة ما عم بتروح قوية لحد هلا. طرف رشايتي بأرضها مش رح تروح الرياح. عند الرجال يا رب تنجينا. ما تقربي عليه، ما تخليها تقرب عليك. ما في تخت واحد قاعدين، تخت واحد تخت واحد. بفكر انه غير كل واحد تخت، غير الأوضة أوضة النوم لأن كارثة. هلا هلا بدك غيري؟ ها؟ ليش لا بعد صغيرة؟ انت بعد عنه فايز، انت بعد عنه. ايه ما في بعد عنه، هقته بحبك كثير جوزي. بتغيري؟ ما لها حل. ما في غيره. ايه ما لها حل. شو بدك تعملي؟ معقوله ما لها حل؟ فاذا نوقف الشرب بدك تخفف شويه يا طنط. مش عارفه ليش صحتك وكرمال المسيو. خففي. ما بقدر، مش عم بقدر. بدك تطولي بالك. ما تقربي تمك على تمه. شو معقول ما قرب تمي على تمه؟ يعني لك لك لا بدهم يطلقوك يا ولد ابني. عجبي يطلقوك انت بالله. طب بتصلي هالخصله مدام مش احسن؟ مش عم بقدر. بلا اسمعي مني. لا بحبها. ايه بحب اشرب تيك. اكيد قلت لك الحل. بعد هيدا الكاس الويسكي وهولي بتروح تشبي ساندويش دجاج وتوم. ساعتها بيخفي التوم ريحة المشروب. إذا سألك قلي له أكل التوم يا صديقي. لا لا أقوى شي أقوى من عجبتني فكرته. برافو. التوم هو نهاية العالم خلص. والله بس كان ساعتها يصاب ريحة التوم. هو يتضايق. رح يقول لك روح أنت التومات. إيه على فيك يمكن يقول لي هشلني من التخت. لكن ما لك حل، يا التوم يا المشروب يا جوزك. رح تهشل المسيا من البيت عدل في رواية. يقول لي لا ما بدي هشله ابن دخيلك بحبه.